ووصلنا لفقرتنا الأخيرة بمشوارنا الصباحي لليوم، رح نحكي أكثر عن المنتجات التجارية ويقال إنها هي طبيعية اللي بتعمل على إنقاص الوزن ويمكن معالجات عديدة وكثيرة. رح نحكي عنها، هل هي بتأثر بالسلب؟ سوق الإنترنت اليوم قديش عنا ثقة فيه؟ إذا كان في غلط وين منودي جسمنا؟ بأي متاهة من نفوت؟ رح نحكي أكثر بالموضوع وموضوع الخلطات الطبيعية مع الدكتورة ثواب الغبرة أخصائية تغذية. صباح الخير دكتورة. صباحكم يا أهلا وسهلا. صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيكي. النت مليان إعلان منتجات، بدك تخسري 7 كيلو بشهر، 6 أيام كمان، 3 أيام كمان، واحذروا التقليد، يعني دعايات بالجملة مثل ما بيقولوا. وعم يتروج لنوعين من الأدوية، حارق للدهون قاطع للشهية، في هيك شيء أدوية صحيحة؟ هلا في قاطع الشهية صح، بس حرق الدهون يعني مصطلح جدا جذاب، يعني طبعا التجار والأمور حتى العالم الصيدلاني كلياتنا بنحرص انه بدنا شيء سريع، خلق الانسان عجوله. هي النقطه، هي غريزه البني ادم، استغلتها الشركات التجاريه والقصصيه. بس هل ممكن في يعني انا اذا اكلت مثلا صرت اوزي واخذت بعدها حبه يعني تتبخر مني مثلا؟ ما حيزبط هذا الحكي، اي انسان عنده مخ، عنده توازن منطقي باموره، هذا الحكي ما حيكون. هي الدهون انا كسبتها بسنين وايام، هل هي رح تتبخر بحبه والقصص هي؟ في قطع شهيه، وهلا حنحكي عن الاليات الاساسيه لاخراج الدهون من جسم الانسان. في عنا عمليات ايذابه للدهن، في عنا عمليه حرق للدهن، في عنا عمليه انه اقلال الماده هي عن طريق التحكم بماده اسمها مركز الشهيه. فهالقصص هي كلياتها في هلا حنصنف هي الادويه، وما بخبي في منها فعال بس في منها مؤذي جدا. يعني كل هالقصص هي بتلعب على عملية اني انا بالنسبة لي انا شلون بدي انا احاول اخسر هالدهون باسرع وقت ممكن. وحنحكي كلها هلا ونصنفها بالتفصيل الممل، رغم انه في منا بعضها مفيد، يعني تصوري انه بعضها في مفيد، بس حنحكي وننبه العالم كيف تسأل الصيدلاني. وانا بفضل انها تنشرها من مراكز موثوقة مو على النت، يعني مو انه جارتي نحفت عليها 15 كيلو انا اروح فورا ابلعها واخذها. وهالقصص هي وبيقارنوا النساء بعضهم ببعض باختلاف عدم توازن اوزانهم، يعني وحده تلاقي حالها وزنها 70 كيلو بدها تنزل لل 60، بتروح بتقارن حالها بجارتها اللي وزنها 105 بدها نزلت فيه لل 90 كيلو، وبتقول ليش هذا المنتج ما نزلني؟ وعدم مراعاه نظريه النسبيه بهالقصه هي كلياتها، يعني هي كل الامور هي بدي نبه النساء خاصه النساء، لانه هجوم هي المستحضرات على يعني هي اللي بتهاجمها هي المجتمع النسائي. دكتورة مثل ما ذكرتي انه الافضل نشتريها من مراكز مختصة لهي التركيبات، ولكن اذا اتجهنا الى الصيدلية الى البزورية بدنا نعمل نحن خلطة، لوين نتجه؟ شو هن المواد او التركيب يلي او التركيبة يلي لازم يكون فيها هي المادة هي بتنحف؟ اما اذا وجدت هي المادة مادة ثانية ممكن تأذي. طيب هلا شوفي، في عنا منصنف عملية إنقاص الوزن بهدول المستحضرات اللي بتعمل على إنقاص الوزن على 3 أصناف نوعا ما، يعني قد ما نقدر نقربها لمخ مشاهدنا الكريم. في عنا مستحضرات اللي هي قطع شهية مثل ما حكيت بالبداية. في مستحضرات بترفع الميتابوليزم، يعني بترفع الميتوكوندريا بالخلايا، أيوة الاستقلاب. وفي مستحضرات عندك ياها ملينه، منضيف اهم مستحضر رابع اللي هو هذا اللي حنحكي عليه هو المفيد، انه هو مدر صفراء، وهذا الادرار الصفراء كثير مفيد بجسم الانسان، الا الناس اللي عندها شويه مشاكل بحص بالمراره. يعني في كل الوحده في كل حاله في محاذير. هلا معظم التبعات البزوريه والعطارين والهدول بيروحوا على العامل الملين اللي هي الملينات. الناس اللي عندها مين تستفيد منها؟ الناس اللي عندها امساك شديد، خروج الوجبه عندها صعب من امعائها، لانه زمان ما طلعت لبرا بتفوت لجوا وبتبلش السموم، هي بتستفيد منها هي الاصناف. الاصناف اللي عندها شهيه عصبيه بتستفيد من قواطع الشهيه، لكن انا بحذر الناس اللي عندها مشاكل اكتئاب من هي الادويه هي بالذات، واللي عندها ضغط، اللي عندها اللي بدها تروح تتجه لادويه قطع الشهيه وعندها ضغط او اكتئاب تبعد عنها الصنف.
تلاقي شيء صغير حجم معته غير هذا الأسلوب. الأسلوب الثالث اللي هو نحن منقول عنه يا هو عدم إدخال الدهون للجسم عن طريق إنه تصبيط أنزيم هو بفوت الدهون داخل الجسم، وهي غالبا ما بتلحمس على الجسم لحمسة لأنه ما بتقرب على الدهون الداخلية، بتقرب على دهون الوجبة، وغالبا بينقص الجسم فيها فيتامين د وإي وآ وكا. هدول الناس اللي عنده مشاكل فيتامين د ونقص كلس وهدول يبعدوا عنا هاي الأصناف. أهم نوع لتنزيل الوزن بشكل حقيقي بالفعل هو إدرار الصفراء، يعني أي نبتة قادرة على أن تدر الصفراء، الصفراء يخرج منه أعظم سموم جسم الإنسان بالمذابب الأوساط الدهنية، فهي بتلاقي لينت أمعائك من خلال دهنك. نحن هي اللي منحب أنه شوي نساعد مريضنا فيها بالدايتات. الأشياء اللي هي بترفع الحرق غالباً مستخلصات الشاي الأخضر والكافيين والهيك، كمان عندنا مشاكل فيها إذا كان عندي النبض مرتفع، إذا كان عندي ارتفاع ضغط شرياني، بس هي كمان بترفع عملية الاستقلاب نوعاً ما. بس أنا رح أعطيكي مثال بسيط على شغلي، أنه ممكن مستخلصات هاي الأدوية تبع الشاي الأخضر والشاي الأحمر والكافيين والنسب العالية تحرق مثلاً بهاي الحبة هاي تقريباً 20 كالوري، أعطيت شوكولا لحالة فيها 300 كالوري. يعني بدي كون متوازنة مع أموري، أعرف أنا شو بيناسبني وروح أتوجه عليه، مو غلط المساعدة، بالعكس نحن بعصر العلم وبعصر أنه نحن نساعد بعضنا لاختصار المراحل وتشجيع الموضوع. وعالم الرجيم عالم كئيب، يعني ما بخبي عليكم، واحد بده يعمل رجيم بتلبسه الكآبة من قبل ما هو يشمه للرجيم حتى لو كان شيء وازن جسمه. مجرد انك بلشي تمنعي الانسان من اي شيء ببلش بقى نفسه هو اللي تطلبه. فنحن منقول انه هاي الاشياء مساعده نعم، بس لا هي مو الفرض، هي السنه. يعني ممكن انك بس شيء تعرف تناقش الصيدلاني اللي عم تشتري منه، المختص اللي عم تشتري منه، مو يجي يحط طربوش هذا على راس هذاك، فيش تفشل العمليه كده من بابها لمحرابها. طيب دكتور حكيتي كلمه، كيف بدنا نتحكم بمراكز الشهيه عندنا؟ كيف ممكن نحن نتحكم بالادويه قطع الشهيه ولا لا ممارسات غذائيه معينه؟ كيف ممكن يكون مركز الشهيه بجسم الانسان قريب جدا من مركز الاكتئاب؟ ولمعلومات الواحد وقت بياكل شغله بيحبها بيفتح المزاج تبعه فيها. تمام، الناس اللي بتلاحظي سبحان الله هاي المركز هذا بيعطي كثير شغلات نواقل عصبيه للجسم بشكل بيزداد تركيزه وهالقصص. اللي بنقدر نتحكم فيها بالشهيه فينا نحن نعمل خدع سينمائيه على الشهيه. تمام، كثير هي بعلاقه وطيده جدا مع راس المعده، يعني هن الاثنين اصحاب جدا. راس المعده عندي اياها فيها نهايات عصبيه هي اللي بتشتغل مع مراكز الشهيه. فينا بكل هدوء مضغ اللقمه بكل سهوله عندك اياها اكثر من كذا مره. يعني انا باكل اكل بحبه بس انا على اقل من مهلي بمضغه، هاي العمليه بتعطي اشارات انه هذا عم ياكل، عم ينزلك. خلال نص صحن ممكن انت تقفلي مراكز الشهيه وتخدعي المركز تبع راس المعده ليعطي اشاره للدماغ انه هو شبع بعمليه المضغ. هاي اول رقم. الرقم الثاني الغدد اللعابيه، اي هلا انا ما عم شجع العلكه يعني وهالقصص هي كلياتها، بس الفكره في بعض الاحيان نحن بنلجأ لهذا الموضوع. في اخصائيين بيقولوا لك لا هي بتشجع لا تلهي تمك باي شيء معين، كثير بتسكر مراكز الشهيه. النقطه الثانيه اللي بدي اقول لك عليها انه احد الاشياء اللي بتسكر مراكز المعده وبتسكر مراكز هي القهوه قبل الوجبه، القهوة والكافيين قبل الوجبة بتسكر مراكز الشهية حتى ما تاكلي كميات عالية، لكن غالبا ما بتمشي بالناس اللي عندها شهية خرافية. الشهيات الخرافية بنشوف نفسيتهم، هل هي شهية عصبية، هل هي شهية مركزية؟ عندنا أنواع شهية كثير نحن بالليل، ما بنقدر ناخذ لا نعطي لواحد عنده شهية عصبية تكون نعطيه نفس الأكل للناس اللي عندها شهيات قرحة. يعني في ناس عندها إنه بتطلب الأكل بس ما تفور معدتها، يعني هي القصة كثير مهمة. في ناس الشهية عندها ياها بسبب عندي ياها ارتفاع الأنسولين من مرض السكري، فهذا مو لعبة هي القصة، حط شهية هاد مثل شهية هاد، فهي كثير أشياء محاور فيها بنفوت عليها بالضبط. هلا بس بدنا نعطي شيك وصفة سريعة يقدروا يحضروا حبوب تنحيف لأخواننا المشاهدين حتى يستفيدوا من كل هالحلقة. أنا بلاقي في مادة نحن عنا ياها اسمها القرفة، مادة القرفة طبعا للناس اللي ما عندها ضغط، هي
مادة القرفة ومادة بودرة الفليفلة الحمراء مادة رائعة، فيها مادة اسمها الكبسين لشيء اسمها عملية رفع استقلاب الجسم. وفي مادة كمان نحن مضرة للصفراء نحن بنقول عنها، هي مادة القريص عنا ياها، مادة جدا رائعة لمرضى الضغط اللي بدهم ينزلوا وزنهم، لأنه معظم الأدوية تبع التنحيف ترفع الضغط. هدول المواد رائعين في حال انمزجوا وتعبوا بكبسول وانشربوا. تماما دكتورة، بس خلينا نحكي هي الفكرة. مثلا هلا بتلاقي يعني معظم السيدات ماسكين القرفة البودرة وعم ياخذوها، يعني الشيء الكثير هو مضر ولا لا؟ هو كل ما اخذنا اكثر شوفي ما حيقدروا ياخذوا اكثر من كمية معينه. هلا فينا نحطهم بالشاي ولا فيها تكون دمج؟ فينا شوف، في المستخلص المائي يختلف عن مستخلص المسحوق الباودر السف. هلا الفكرة الأساسية، حالات إني أنا بدي أجرب هذا الموضوع عندي إياها، مو غلط أول شيء بالبداية أخذها كمستخلص مائي، بس المادة اللي يعني اللي بتعلي جدا جدا عملية الباودر أكثر، يعني بلاقي تركيزها على مناطق عندي إياها، تصريف الوجبة، الحرق، هي أعلى. بس برجع بعيد فكرة إنه هي ما لها كافية أبدا، يعني إذا ما عرفت أنت كيف تتعامل مع الطعام، مع كيمياء الطعام، عندك كيمياء بدمك وكيمياء بالطعام، هدول إذا تجانسوا إذا تآلفوا عندك ياها خزنوا لك جسمك، تخزنوا بجسمك. إذا عرفت أنت كيف تستقلبون الجسم لازم ياخذ طاقة الأكل ويزت الباقي لبرا. أما نحن عم ناكل أكل نحن منخزنه جوا ما عم نعرف نستخلص طاقته، وهون بقى بيصير عندي مشاكل التخزين. أنت فوتي على بيت مرتب ما أحلى ما في كركبة، فوتي على بيت مكركب كيف تتعاطي معه؟ أكيد عندك يا في إعاقات، يعني هالعمليات الوظيفية تماما كيف أساسا شيء مرتب بالجسم، كل واحد عم يعمل شغلته. كمان للجسم إذا صار عنده شغلات فيها مخزنة زيادة عن اللزوم تعمل عملية إعاقة لوصول الدم اللي حامل الأكسجين اللي بده يعمل لكل واحد وظيفته. فهون بقى بتصير هاي المشاكل والقصص هاي، فهونها بقى. طيب نصيحة ذهبية سريعة بجملة واحدة لموضوع قطع الشهية، إذا بدنا نقول ذهبية بدنا نصيحة ذهبية. صباح المي ودافية مع عسل وليمون عندي إياها. والنقطة الثانية عندي إياها ناخد كباية مي قبل كل وجبة بساعة، بعد عندي إياها قرص فيه موجود فيه عندك إياها شغلة فيها من بن القهوة مع القرفة. القرفة والبن مو طيبين ابدا طعمتهم، لكن اذا انت مزجتيهم معلقة سف وشربتيهم سكروا لك المعدة ونزلوا الانسولين، فبتلاقي كمية الوجبة اللي بعدها قلت ان شاء الله يستفيدوا منها. ان شاء الله. نحن كثير بدنا نشكرك دكتورة، شكرا كثير لك ويسعد صباحك. صباحكم يا رب. شكرا كثير لك دكتورة. يا سلام، 100 اهلا وسهلا.